السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المتابعين. بهذا الفيديو حنشوف شلون نقدر نتخلص من الخلفية الرمادية للنصوص اللي تنسخ من الإنترنت. مثلا لو أنت عندك بحث أو عندك ريبورت وتريد تكمله، فالمتعارف عليه أنه أنت راح تروح تبحث بالنت وتلقى الشيء اللي في يدك وتنسخه وتخليه بملف وورد حتى تكمل بحث متكامل أو تقرير متكامل. هسه مثلا لو عندنا هذا النص آني يفيدني بالبحث مالي أو بالتقرير مالي، فمن أجي أنسخه وأروح إلى ملف في الوورد ألصق، حنشوف إنه ما أدري إذا واضحة عندكم أو لا، راح ينسخ لي الكلام بس راح يخلي لي خلفية رمادية فاتحة أو لون رصاصي فاتح. شلون اقدر اتخلص من هذا اللون او شلون اقدر اتخلص من هذه الخلفية الرمادية؟ الطريقة سهلة جدا، راح تمر مرحلتين. المرحلة الاولى انه انت راح تاخذ نص وتنسخه وتخليه بالوورد، راح يطلع عندك بخلفية رمادية. حتى تتخلص من هذه الخلفية الرمادية اللي عليك تسويه انه تنسخ النص مرة ثانية وتفتح ملف text، هذا هو ملف text document، وتلصق الشيء اللي ردته داخل هذا الملف. أرجع إلى ملف الوورد مرة ثانية، أمسح النص اللي نسخته وأرجع إلى ملف التكست، أحدد النص وأرجع نسخه وأرجع للوورد مرة ثانية. بهالحالة مثل ما تشوفون خلصنا من الخلفية الرمادية. أرجع بعدها أنسق النص سواء كان بالعربي أو كان بالإنجليزي، وحنشوف أنه النص صار عندي بالكامل بدون خلفية، وبهيج أكون حليت هذه المشكلة بكل سهولة. لأنه راح تقعد تدور بالوورد شلون تقدر تتخلص من هذه المشكلة، ما راح تلقى حل أو راح يكون الحل شوية صعب بالنسبة لك. هذا هو الحل السهل والسريع جدا، تقدر تتخلص من هذه المشكلة بهذه الطريقة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب حتى يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفادون مثلك مثل ما أنت هسه جاي يشوف الفيديو وتستفاد. أشكر متابعتكم.